FM. الكلمة ليك أستاذ جوهر، مرحبا بك. شكرا، مرحبا بكم. نحكيه على المسرح في المدارس، المسرح في المؤسسة التربوية، والانفتاح، انفتاح المهرجان في الدورة هذه على المؤسسة التربوية، والبروتوكول الممضى بين إدارة المهرجان ووزارة التربية، والسعي من وزارة التربية باش المسرح وخاصة في أيام قرطاج مسرحية يدخل للمدارس. وكنا حكينا بكري مع مجموعات كانت موجودة في الوسط المدرسي، وحاجة صراحة نجمه كان نصفقوا لها. المسرح في الوسط المدرسي نعرف جيدا أن التظاهرة هذه اللي هي أيام كرتاج المسرحية يعني الاتفاقية التي تمت بين وزارة التربية وإدارة أيام كرتاج المسرحية في الحقيقة هي تؤشر لعودة العمل الثقافي من بابه الكبير المؤسسة التربوية التي عرفت في السنوات الأخيرة نجم نحكيه على ضمور، على خفوت. يعني المسرح حاضر في مستوى درس، في مستوى ما يقدمه الأستاذ، أكثر منه حاضر في مستوى العام وفي مستوى أيضا النوادي الناشطة داخل المؤسسات التربوية. وإن ثم يعني ثم التطوع لإنجاز هذه النوادي، أيضا ثم حضور المهرجانات الجهوية للمسرح المدرسي والمهرجانات والمهرجان الوطني للمسرح المدرسي، لكن هذا الحضور لا يخفي حقيقة أنه حضور يمكن أن ننعته، أصبح باهت في السنوات باهت الأخيرة. ونحن نعرف كل قيمة المسرح المدرسي ومن الذي والشيء اللي قدمه المسرح المدرسي للمسرح هم في تونس، تقريبا محترفي المسرح اليوم كلهم بدأوا من المسرح المدرسي ثم الجامعي ثم الهاوي والاحتراف، وأهم رموز المسرح التونسي بدأت من المسرح المدرسي. بالضبط، المسرح المدرسي أفضله ما ينكرها حتى على الحركة المسرحية التونسية الحديثة وريادة الحركة المسرحية التونسية الحديثة التي تأكدت خلال الدورة هذه، وهذه بشهادة طبعا بشهادة الضيوف العرب وأيضا الأجانب. قلت المسرح المدرسي رغم أنه لم يعني دائما نتحدث الحضور كان دائم، لكن الحضور في حاجة إلى دفع آخر، في حاجة إلى تعزيز آخر، والتجديد الأفكار بالنسبة حتى للصغير، والتجديد حتى في صيغ تقديم والتنشيط المسرحي داخل المؤسسات التربوية. في هذه الدورة أنا أعتبر على الأقل شخصيا إن كان يحسب لهذه الدورة وما لا نتنازع فيه من نقشوش فيه، أن هذه الدورة إذا كان عندها ميزة ودخلت التاريخ بانفتاحها على المؤسسة التربوية وبذهابها للتلميذ، وهذا كان بفضل الاتفاقية المنضاة بين وزارة التربية وبين إدارة أيام قرطاج المسرحية. ولعلكم لاحظتوا أو الملاحظة حتى الغير المتفطن لاحظ أن جمهور المسرح خلال هذه الدورة لم يعد حكرا على صنف وحيد، وهو كما نعلم الصنف الطالبي في السنوات الأخيرة، بل انضاف إليه شريحة أخرى وهي الشريحة التلمذية، وهذا يبشر في الحقيقة ويسعد معنا، يثلج الصدر أن التلميذ يكون حاضر وأن يمثل جزء مهم من الجمهور خلال هذا. خاطر التلميذ هو يحب يكتشف المسرح، يحب يشوف المسرح هذا جاه لوين هو موجود، معناتها الصغار تلقاهم فرحانين، معناتها والدين متاعهم يشجعوهم باش يمشيوا للمسرح، وهذا هو المطلوب معناتها، وهذا المطلوب. ولعل على الأقل من المنشور واللي نتابعوا فيه سعادة الأطفال وسعادة التلامذة اللي توجهوا للأعمال المسرحية التي بلغت 230 عرض مسرحي موجه للتلاميذ وحضره التلاميذ. وقت نقولوا 230 عرض مسرحي أي أن عدد التلاميذ يحسب بالألاف، وألاف أنك تشاهد عرض مسرحي، أنك تلامس، أنك تتذوق، أنك تأكل وجبة جمالية، ما نصورش في الأمر أهم من هذا، أمر مهم جدا. أنا برشا ملاحظين يقولوا، برشا صحفيين وبرشا حتى من المسرحيين يقول لك من أهم الأشياء التي تحسب لأيام قرطاج المسرحية السنة هي التجربة هذه مع المسرح المدرسي، ويلزمها تتواصل. يعني وكأنه اليوم ولا ما فيش نقاش، يعني الدورة القادمة واللي بعدها يلزم تتواصل التجربة هذه لأنها ناجحة، وناجحة بامتياز رغم الهينات ورغم المشاكل، لكن الوظيفة اللي أدتها وظيفة مهمة جدا، مش تتواصل أكيد أستاذ جوهر. أنا ما أعتقدش ثم إدارة يمكن أن تتراجع عن مكسب كما كان، هذا حتى واحد من نجم يتراجع عن هذا، بل يجب تعزيزه
ونعتقد أن التوجه سيكون أيضا لعقد اتفاقيات مع، وهذا ما عبر عليه الأساتذة، أساتذة الفن المسرحي وأساتذة الفنون في المؤسسات التربوية، أن الأمر هذا يتم أيضا مع المهرجانات الأخرى، مهرجانات أيام كرتاج السينمائية، المهرجانات المسرحية الأخرى ولا حتى الفنية الأخرى، والفنية الأخرى، والمطالبة كذلك بقاعات للعروض وقاعات حتى قاعات صغيرة، حتى تياتر دو بوش في المؤسسات التربوية. يظهر لي أمر مؤكد اليوم على وزارة التربية كون يتخمم فيه، خاصة اليوم نعرف اللي أغلب المؤسسات التربوية تفتقد، إذا ما نقولوش كلها تفتقد الفضاءات للعرض. هو صحيح إثارة مسألة البنية التحتية، لكن أنا ما نعتقدش بصدق، معناها ربما أنا يعني نختلف شوية في مقاربتي الأمر. يعني المسرح الذي يوجه للتلميذ هو مسرح لا يقتضي بنية تحتية كبيرة برشا أو بنية تحتية مخصوصة تكلف، باعتبار أن الفضاءات المدرسية يعني تضم قاعات كبيرة وأحيانا قاعات رياضة تكون متسعة، يعني فقط التدخل يكون تدخل صحيح في تهيئة بعض الفضاءات، أما هذا لا ينفي، أما هذا لا ينفي ضرورة الالتفات إلى البنية التحتية، البنية التحتية وتعزيزها لتشجيع المسرحي على القدوم إلى الفضاء التربوي المؤسسة. خطر الطفل الصغير كي يلقى تأثير في مدرسته من ناحية المسرح، ويلقى كيفاش الأساتذة أنهم يتعاملوا ويكون عنده نظرة باهية للمسرح، خطر المسرح لهنا اللي هو نقوله فكر، اللي هو نقوله ثقافة، اللي نقوله فن، خطر الصغير اليوم مستحق المسرح لتنميه القدرات نتاعو، باش نهار اخر كي يسمع كلام يعرف ما بين فرق ما بين الباهي والخايب، يعرف تعرف كيفاش يقرا المعاني من الاشياء، وهذا مطلوب. صحيح، وسنا الوزاره يعني ذهبت في اتجاه اجباريه النوادي الثقافيه، اجباريه، تحدث عن اجباريه النوادي الثقافيه داخل المؤسسات التربويه، يعني ثم كل مؤسسه تربويه مطالبه باش يكون فيها نادي بتركيز اربع نوادي، يعني الامر غير قابل للنقاش، نادي المسرح ونادي الموسيقى ونادي الرسم ونادي الرسم، فضلا هذا في المدارس الاداريه، النوادي اخرى موجوده ممكن مثلا في المعاهد ضروره تركيز نادي الفلسفه، يعني ثم رؤية واضحة وثم فهم واستيعاب جيل يفكر، هذا هو طبعا طبعا الـ 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 الأمر، لكن من السهل باش نقاومه بالجيل القادم، وهذا ما يجي كان بالثقافة، والمسرح من أهم النشاطات الثقافية اللي تنجم تقرب الصغير للوعي والإدراك والفكر وبطريقة سهلة وتنطلق من اللعب. شكرا لك أستاذ جوهر الحسين ولد حمودة، رئيس مصلحة التنشيط الثقافي بمندوبية التربية بتونس واحد، على هذا اللقاء. نشكرك ياسر، نخليك المدلفة عن في كلك سكونت. شكرا أيضا على الاستضافة هذه. فقط حبيت نضيف أن وتأكيد لكلامك أن تم إجماع على أن الجبهة الحقيقية الآن هي الجبهة الثقافية ولا غيرها. ولا مرسي بكو أستاذ جوهر، مرسي بكو الناس كل اللي كنتم معنا اليوم، كانت هذه التراس سبيسيال الراديو على برا من المركز الوطني للفن العرائس، تحيه شكر كبيره للقائمين على المركز الوطني للفن العرائس، ابتداء من ليمي مرحالي، معز العبيدي، حسن السلامي في اداره المركز، كيف كان بعدنا بكري، لسعد المحواشي من القائمين على المركز، مجموعه كبيره من الضيوف. الكلمه ليك.